فلسانا وأوفاهم بيانا وعلى آله وصحبه أطهر أما بعد. تحياتكم بتحيات الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نور فايزي زكي بنتي محمد عزم. اسمي فرح تسلي بنتي محمد مصري. اسمي بوتري نوبالكيس بنتي شهرون. اسمي نور إلى حنين بنتي زكيسفيلي. أولا وقبل كل شيء يسرنا أن نرحب الفاضلة أستاذ زمان بنتي يوسف والإخوة والأقارب. قد أهل الآن دور التقديم لمجموعتنا. فاضلة الأستاذة منال بنتي يوسف وزملاؤنا الأعزاء، نحن من مجموعة B4. موضوعنا اليوم يدور حول أهمية الرياضة والخضوع في السمنة. السلام عليكم يا أصدقاء. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ بالله. نحن بخير. وأنت؟ لا أنا بخير في مدرسة والجبال. من أين إلى أين؟ نحن من البيت. ونذهب إلى ملعب الرياضة. هيا نذهب إلى الملعب معا. الرياضة ضرورية في حياتنا، وجميع الناس يعرفون ضرورية الرياضة وواجبا ما تكون ممارسة الرياضة مساء. الرياضة هي عبارة عن جهد جسمي وبدني يقوم به معظم أفراد المجتمع. نعم يا صديقي، أن الرياضة تؤتي منافع لنا من حيث الأكل. يمكن الرياضة أن تساعد الدماء على أن يكون أكثر لياقة وذكاء عند التفكير، وبعد ذلك الرياضة تجد إلى تقوية الذاكرة. من حيث الصحة الجسم، الرياضة تجانب من المرض كالسمنة. السمنة يمكن أن تضر بصحة الجسد وتسبب لنا كسول للعبادة. إضافة إلى ذلك، أهمية الرياضة هي تقوية صلة الأرحام بين الأصدقاء. هذا يرجع إلى حقيقة أن يتم إذا تنفيذ النشاط في أزواج أو مجموعات. وعلى سبيل المثال، هؤلاء يلعبون الكرة الطائرة والهوكي والتنس وغير ذلك. سوف تكون رابطة الصداقة بين اللاعبين من خلال الطبيعة العقلانية التي يتم طبيعتها بشكل مناسب داخل النفس الفردي. نعم يا صديقي، إن السمنة هي أسباب فقدنا التركيز وقليل إخلاص في العبادة لله تعالى. يجب على كل مسلم في كل زمن ومكان لإخلاص النية في العبادة. قال الله تعالى في سورة البينة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، صدق الله العظيم. هذا الدليل يدل يجب على كل مسلم تجنب السمنة. وبعد ذلك الشخص الذي يعاني من زيادة الوزن سيواجه عاطفة غير مستقرة وغير مؤكدة، لأن حياتي ليست مثالية. وخلاصة أن الرياضة مهمة في حياة الإنسان، من حيث أن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يجب علينا أن نمارس الرياضة في أسبوعي لأن العقل السالم في جسم السالم. مشاكل سمعة أن تهل لنمء توجد أشياء السيئة. تعزيز سمنة من الطعام ليس جيد.